هيا خفايا ما دار في السويد. هل فعلا هناك انقلاب ناعم على الشرعية وتنصل سعودي عن تحرير الأرض؟ لماذا سعى التحالف لتحويل المعركة إلى الأمم المتحدة؟ هل تكون اللجنة الدولية مقدمة لقوات حفظ السلام في اليمن؟ أهلا بكم. صرح المبعوث الأممي مارتن جريفيث أن طرفي المشاورات وافقا على استخدام قوات أممية للإشراف على تنفيذ اتفاق ملف الحديدة. وقال جريفيث إنه تم اختيار الجنرال الهولندي باتريك كامريت لقيادة هذه المهمة، والذي سيصل بعد أيام لمدينة الحديدة. هل كسبت الشرعية أم خسرت في هذه المشاورات وفي ملف الحديدة تحديداً؟ دخول الأمم المتحدة على خط أزمة الحديدة سيعرقل استمرار التقدم العسكري الذي كانت القوات الحكومية والتحالف على بعد 5 كيلومتر من الميناء كما تقول المصادر الميدانية. إذن ما هو سر الاحتفاء المبالغ فيه من قبل مسؤولي التحالف والشرعية بنتائج المشاورات؟ هل هي ضغوط دولية على الرياض تدفع ثمنها اليمن؟ في إحاطته أمام مجلس الأمن عقب انتهاء المشاورات، شكر المبعوث الأممي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على جهوده الشخصية في إنجاح المشاورات. فما هي طبيعة هذه الجهود يا ترى؟ بالنظر إلى حجم التنازلات التي قدمت للحوثيين، يبدو أن تلك الجهود كانت على شكل ضغوط على الشرعية في الرياض لتقديم ما يريده اللاعبون الدوليون الكبار. وبما يتسق مع ارتفاع الأصوات الضاغطة مؤخراً على الرياض، أبرزها الملف اليمني إلى جوار قضية جمال خاشقجي. انتهت مشاورات السويد وخرجت باتفاق غير موقع، اعتبره كلا الطرفين انتصاراً له. مسؤولو التحالف احتفوا بهذه المخرجات، واعتبروها نصراً على الحوثيين فرضته قوتهم على الأرض، وذلك ما عجت به صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. إعلام التحالف روج لاتفاق السويد وأظهره على أنه انتصار سياسي عظيم ومكسب لم يكن ليتحقق. ستعود مدينة الحديدة إلى السلطات الشرعية عبر مؤسسات الدولة القائمة في مدينة الحديدة، وهذا يعتبر إنجاز. يقول رئيس الوفد الحكومي خالد اليماني إنهم حققوا انتصارا كبيرا بإلزام الحوثيين بالانسحاب من مدينة الحديدة ومينائها. وقد بدا مناقضا نفسه حين ذكر الحاضرين في المؤتمر الصحفي ذاته بطبيعة اتفاقات الحوثيين. رغم عدم ثقتنا، فقد وقعنا مع الطرف الانقلابي أكثر من 75 اتفاقا منذ بدء الحرب والخلافات بيننا وبين الطرف الانقلابي والصراع الذي رفضته إيران بدعمها لهذا المشروع الانقلابي. لم يقم الطرف الانقلابي بتنفيذ اتفاق واحد من الاتفاقات التي وقعت معه. على الطرف الآخر يرى الحوثيون أنهم حققوا اختراقا سياسيا في المشاورات، وهو ما يبدو الأقرب للواقع. في ملف الحديدة على سبيل المثال، يرى رئيس وفد الميليشيا محمد عبد السلام أنهم سيظلون مسيطرين على المدينة والميناء، ولكن بعد أن يستبدلوا الثوب المدني بالزي العسكري كما علق أحدهم ساخرا. إذا كانت تصريحات المسؤولين السعوديين تعد انعكاساً للضغط الدولي الذي تتعرض له المملكة جراء أزمة خاشقجي، فما الذي يجبر مسؤولي الحكومة ليعتبروا هذا الاتفاق انتصاراً كبيراً رغم معرفتهم بتاريخ الاتفاقات مع الحوثيين؟ الجديد في الأمر هو القوات الأممية التي شرعتها مشاورات ستوكهولم، فقد صرح المبعوث الأممي أن الطرفين وافقا على إشراف قوات أممية، وقال إن الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كاميرت الذي سيصل الحديدة بعد أيام وافق على قيادة بعثة المراقبة. الأخطر من ذلك ما يذهب إليه المبعوث الأممي والمسؤولون البريطانيون من سعي نحو سحب البساط عن القرار الأممي 2216 ومحاولة استصدار قرار جديد من مجلس الأمن يفرض واقعا جديدا كما يقول مراقبون. تبدو العملية عبارة عن حملة تسويق للوهم، ويبدو مطلوباً من الحكومة الشرعية أن تلعب دور المحلل مجدداً لترتيبات جديدة تتجاوز المرجعيات الثلاث لصالح ميليشيا الحوثي، هذه المرة لصالح لندن وواشنطن بالإضافة إلى الرياض وأبوظبي اللتين ربما تقدمان الملف اليمني ككبش فداء إزاء ما تتعرضان له من ضغوط دولية غير مسبوقة.
إذن مشاهدينا الكرام، سيكون معنا في هذه الحلقة المحلل السياسي إبراهيم قعطبي من نيويورك، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ إبراهيم. مساء النور لك ولمشاهدينك الكرام. أهلا وسهلا. إذن انتهت مشاورات السويد بتصفيق حار ومصافحة أيضا وصفت بالتاريخية وآمال ربما تقفز على الواقع. هناك شكوك كثيرة حول من كسب هذه المشاورات ومن خسرها، واليمنيون ينتظرون السلام، ينتظرونه فعليا. هل نستطيع القول أن هناك سلاما قادما؟ أنا لا أعتقد أن المسألة اليمنية والسلام في اليمن تحول فقط على مسألة موضوع ميناء الحديدة. المسألة أكبر من ميناء الحديدة، المسألة أن هناك يعني انقلاب في الشمال، وأن هناك ميليشيات وتقويض للشرعية في الجنوب، وهذا السلام الذي يطالب به اليمنيين إنهاء الانقلاب واستعادة الشرعية. الميناء مسألة صغيرة، وأنا في اعتقادي ما حدث في السويد كان مجرد يعني التوقيع على تسليم ميناء الحديدة للوصاية الدولية، يعني لا استفادة الشرعية ولن يستفيد الحوثيون من هذا المشكلة والمعضلة الكبيرة الذي جعل الآن ميناء الحديدة تحت الوصاية الدولية. والمسألة الإنسانية الذي تحدث بها الجميع هو كيف إيصال الغذاء والدواء إلى عامة الشعب اليمني، وأنا في اعتقادي أن مسألة الحديدة لن تحل تلك المشكلة، كون أن إيصال المعونات إلى اليمن ليس فقط بالدخول إلى ميناء الحديدة، وإنما بتوزيعها على جميع مناطق الجمهورية. هناك أيضا إعادة انتشار للقوات التابعة لميليشية الحوثي وأيضا التابعة للإمارات وللحكومة الشرعية من جهة أخرى تسيطر على المناطق خارج المدينة، فلذلك حتى توصيل الغذاء إلى الشعب اليمني سيكون صعب، كون المتمترسين خارج المدينة هم من سيستقبلون تلك المعونات ولن تصل إلى الشعب اليمني. هناك كثير من المشاكل بهذه الطريقة التي أديرت بها تلك المشاورات. أنا في اعتقادي أن أهم ما جاء في المشاورات أنه نسف القرار 22/16، القرار الأممي الذي يرغم الانقلابيين على إنهاء الانقلاب ويدعم استعادة الشرعية. رأينا ابتسامات عريضة بين المتحدث باسم الميليشيات الحوثية محمد عبد السلام وأيضا الأمين العام للأمم المتحدة، وهذا بحد ذاته اعتراف دولي بتلك الميليشيات ونسف للقرار الدولي 22/16. هناك أيضا ضغوطات دولية على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى بريطانيا وكثير من الدول من أجل إنهاء الحرب في اليمن، أو بالأصح سحب الدعم عن المملكة العربية السعودية والإمارات كونها من تدمر الأكثر في اليمن، كونها من تحتل الموانئ في عدن وفي المكلا وتسيطر على المطارات اليمنية ورفع الضغط عنهم. هناك تحرك كبير حتى في الأوساط الأمريكية، أصبح الحرب في اليمن أصبحت موضوع يعني رأي عام دولي في الشارع الغربي وفي البرلمانات الغربية. رأينا ما حدث في مجلس الشيوخ قبل أيام من يعني التصويت على قرار يسحب الدعم اللوجستي والعسكري التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية للمملكة العربية السعودية والإمارات في حربهم على اليمن. فهناك ضغوطات دولية. أنا في اعتقادي أن المتحاورين اليمنيين ذهبوا إلى المحادثات كما يذهب الأطفال في الزفة، وقعوا على أشياء ليست لصالح ولا في جوهر الشعب اليمني. ربما كان هناك موضوع المعتقلين وهو أصلا ملف معقد جدا وربما يحتاج له سنوات لكي يطلق آخر أسير في هذا المعتقل أو ذاك. هذا ما حصل في السويد، زوبعة دولية، إعلام ضخم صاحبها لغرض ما هو تفسيرك لهذه الزوبعة الدولية، لهذا الزخم الإعلامي الذي صاحب هذه المشاورات فعليا؟ أنا في اعتقادي أولا أنه مسألة الجريمة الذي ارتكبت بحق الصحفي السعودي جمال خاشقجي المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية والذي كان يكتب لصحيفة الواشنطن بوست الشهيرة، كشفت الغطاء الذي كان يتستر وراءه تحالف الإمارات والسعودية في وارتكاب جرائمهم في اليمن. أصبحت الجرائد الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الغرب على وجه التحديد والقنوات الرسمية تتحدث ليس فقط عن الجريمة البشعة التي ارتكبها النظام السعودي في حق صحفي أعزل، وإنما للذهاب بعيدا لكشف عن الجرائم الكبيرة والخطيرة التي ارتكبت بحق أطفال اليمن وحق أبناء اليمن والعزل في اليمن في كثير من المناطق. والآن أصبحت
المسألة الرأي الدولي، ولذلك انكشف القطاع أو انسحب القطاع السياسي والإعلامي التي كانت تتمتع به الإمارات والسعودية في الغرب، وأصبحوا يعني يرونهم الجميع على أنهم مجرمي حرب. أصبحت الصور المؤسفة للأطفال اليمنيين الذين يموتون جوعا في كثير من محافظة ماثلة أمام عيون الجميع في جميع أنحاء العالم، وأصبحت تمثل ضغط حقيقي لإيقاف الحرب على بأي ثمن. فلذلك ذهب من يدعمون السعودية والإمارات كبريطانيا والولايات المتحدة لمحاولة يعني سحب الغضب الشعبي والدولي حول تلك التدخلات الهمجية التي ترتكبها ميليشيات ليس فقط الحوثي وإنما التابعة للإمارات والسعودية في اليمن. فهناك أصبح المسألة أصبحت رأي دولي بالنسبة للحرب في اليمن، يعني صور أطفال اليمن وهم يموتون جوعا أصبحت رأي عام دولي. المسألة التي تحدثوا فيها في الحديدة يعني مسألة أيضا معقدة، عندما يتحدثون أن من يستولي من سيكون القائد في ما يسمى يعني الاستيلاء على ميناء الحديدة سيكون قائد هولندي تابع للأمم المتحدة. الأطراف المتنازعة والمتحاربة ميليشيات الحوثيين وقوات الشرعية وأيضا القوات التابعة للإمارات ستنسحب إلى خارج المدينة وسيتحل، يعني من يتحكم بالمدينة هي كما يقولون القوات اليمنية الأمنية المتواجدة، ونحن نعرف أن القوات الأمنية المتواجدة في الحديدة هي التابعة لميليشيات الحوثي، ولذلك هم من سيتحكمون في القرار الاقتصادي هناك، من سيتحكمون بالمعونات الغذائية، كون الآن الشرعية ستسحب خارج المدينة، الحوثيين متوقلين بجهازهم بأجهزتهم الأمنية والعسكرية داخل المدينة، وهم من سيتحكمون بمصير ما سيجري في الحديدة مستقبلا. المجتمع الدولي انتزع ما يريد انتزاعه من الحديدة، وهو أن تصبح هذه المدينة وهذا الميناء تحت الوصاية الدولية ومتحكم عليه من قبل المجتمع الدولي، وهذا ما حدث، وهذا النقطة الكبرى الذي حدثت والذي كان يطالب بها المجتمع الدولي وها قد حقق هدفه. نعم، إذا اسمح لنا أستاذ إبراهيم أن ينضم معنا اللواء محمد القبيبان الخبير العسكري والاستراتيجي عبر الهاتف من الرياض. مساء الخير سيادة اللواء. يا أهلا وسهلا فيك أستاذ المشاهدين والضيف الكريم. أهلا بك سيادة اللواء. إذن انتقادات حادة من منظمات دولية وحقوقية وهيئات رسمية كالكونغرس والاتحاد الأوروبي تجاه إدارة الحرب في اليمن، هل تجد أن هناك علاقة بين هذه الانتقادات وبين مشاورات السويد؟ يعني في الحقيقة أنا أعتقد أن مشاورات السويد أمر يختلف عن الانتقادات برأيي الشخصي. يعني الانتقادات مستمرة، ليست فقط يعني انتقادات للعملية العسكرية برمتها، ولكني أنا أعتقد قراءة الانتقادات يجب أن تكون تفصيلية. ولكن خلينا نتكلم يمكن عن المشاورات، لأنه المشاورات أنا برأيي الشخصي أنه هذه خطوة إلى الأمام بغض النظر عما ذكر الأخ إبراهيم. يمكن الأخ إبراهيم له وجهة نظره وأنا أحترمها، ولكن أعتقد أنه يعني بالغ في بعض الأمور لو كان في أن المشاورات لم يوضع لها خطة زمنية بأوقات، وهو أهم ما في الأمر التوقيت. نتحدث أسبوعين، نتحدث 21 يوم، نتحدث إلى أنه حيكون في كانون يناير لقاء آخر للتأكيد. نتحدث الليلة عن تعيين ضابط عسكري إيرلندي هولندي للإشراف على العملية السلمية والعملية الأمنية. هذا بحد ذاته أنا أعتقد هو إنجاز للشرعية. أين يصب هذا في الأخير؟ يصب في مصلحة الشعب الذي تضور جوعا والذي تأثر بهذه الحرب والذي وصل إلى أرقام مؤسفة وأرقام للأسف. يعني هذه نتائج الحروب، يعني كانت هنالك بعض القرارات المؤلمة، ولكن لو نرجع للتاريخ شوي من ساعد على استمرار وطول الأزمة أنا أعتقد أنه الآن هو يحاول أن يلملم الجراح اللي هو السيد مارتن جريفيث. لننظر إلى الأمام فيما يخص أنه هل هذا يعتبر انتصار؟ أنا شخصيا أعتبره انتصار كبير. لأنه من أي ناحية هذا الانتصار يعني سيادة اللواء؟ جايك في الكلام. أوكي. الآن ميناء الحديدة، هذا الميناء الذي يدعم 70% تقريبا على حسب التقارير وحسب القنوات وحسب الإعلام
70% من الاقتصاد للحوثي، وجعل العملية تستمر يعني استغلالهم لهذا الاقتصاد فيما يخص أنه دفع أموال وإلى آخره شراء أسلحة وإلى آخره، يعني استغل الاقتصاد في صالحهم. الآن هنا نتكلم على البنك المركزي والاقتصاد، فهذا هو البيت القصيد، يوقف الدعم الذي يعني يأتي للموارد اليمنية ويذهب إلى الأماكن الصحيحة. فالآن توقف الدعم ويعني خاصة للحوثيين. الإشراف نعم يأخذ وقت، التغيير في هذه الأمور نعم، الإجراءات الأمنية نعم، من سيقوم بالعملية الأمنية؟ يعني كثير من الأخوان المحللين قال لك والله أنه هذا بكرة يلبس لك زي عسكري وهو من الحوثيين ويدير العملية الأمنية. يخلي يدير العملية الأمنية ما دام أنه هنالك إشراف من قبل قوات التحالف بإشراف أممي. لا يعني هذا أنه تم التساهل وتسليم ميناء الحديدة إلى الأمم المتحدة وأصبحت تدوير وخرجت السيادة اليمنية، لا بالعكس. نرجع إلى بيت القصيد سيدة آسيا، نعم، لكنه من صورة أخرى، يعني وقف العملية العسكرية التي كان أحرز التحالف وقوات الجيش الوطني تقدم واضح فيها، يعني ألا تجد أن في ذلك غبن أيضا من هذه الناحية؟ يعني في اللحظة التي تقدم فيها التحالف هبت الدنيا وأصبح أن هناك مأساة إنسانية وتم تحجيم كل طرف. يعني هل هناك من يتساءل أيضا هل استعادة الشرعية الذي جاء بها التحالف عنت وجود طرف ثالث، وجود أمم متحدة لتقوم بالإشراف وحفظ الأمن؟ أنا أؤيد ما تذكرين أنه فيما يخص لماذا لم تستمر قوات التحالف ويعني تعيد الحديدة بميناءها ومدينتها ومطارها إلى الشرعية، وهذا ما كنت أطالب فيه منذ بداية العمليات العسكرية. التوقف الذي لا ليس له لازم ما كان يجب أن يكون هنالك. الحالة المدنية هي التي فعلا، واستخدام الألغام واستخدام المدنيين كدروع بشرية أوصل إلى أنه راح يعني يدهور الوضع الإنساني أكثر. فهنالك بعض التنازلات التي هي في المصلحة العامة. يعني الآن هل يعتقد يعني العاقل كده أنه هل هذا لا يعود إلى مصلحة الشعب اليمني؟ إلى إيقاف القتال، الغرض منها، الغرض من العمليات العسكرية عاصفة الحزم وإعادة العمل وإعادة الأمل قطع المشروع الإيراني. لا. الآن تحدثوا الفرقاء اليمنيين، معك حق، هنالك نوعا من التنازل فيما يخص المتطلبات أو الثلاثة، ولكن نتحدث هذه حتى لم يتم التوقيع على هذه الاتفاقيات، هو مجرد اتفاقيات شفوية للعمل للمصلحة العامة. اسمح لي أستاذ سيادة اللواء، يعني عدم التوقيع هل يعني أن هذا الاتفاق ليس ملزم لأحد الطرفين؟ يعني ما إن شعرتم بعدم يعني انضباط الحوثي في تنفيذ هذا الاتفاق، هل ممكن أن تستمر العملية العسكرية لأنه لم يتم التوقيع على شيء؟ شوفي، اليوم أنا وأنا أتابع الأخبار في بعض العمليات المتقطعة في الحديدة، أنا أؤيد ما يذكرون كثير من الأخوان سواء اليمنيين أو المحللين الأخوان اللي تستضيفونه من كافة، لا يوجد ثقة بهذه الجماعة، ولكن نحن نتحدث على أنه هنا موجود السيد غوتيريش، موجودين كافة السفراء، العالم أجمع أشاد بهذا الاتفاق، الإدارة الأمريكية، لا أتفق مع ما ذكر الأخ إبراهيم فيما يخص موضوع أن الكونغرس يتكلم أو السنت أو المجلس الشيوخ، هذه مواضيع أخرى لا يجب أن نقحمها في الموضوع، لننظر إلى الأمام. نعم لا يجب الثقة في هؤلاء الجماعة، ولكن الآن هذا أنا أعتقد أن قوات التحالف بعقلانيتها وبتفوقها العسكري وبتفوقها الميداني ارتأت إلى أن تعطي فرصة أخيرة للحالة الإنسانية. أنا أرى هذا انتصار سيدة آسيا. أنا أقول لك لو أنه فعلا يعني كان هنالك خسارة سوف أتحدث، وأنا دائما وأبدا أتحدث على أنه إذا كان هنالك إخفاق من التحالف، الإخفاق الأول في البداية كان من رأيي الشخصي، هذا رأيي، بدأت العمليات العسكرية ليكن هنالك ضحايا، ليكن هنالك صعوبات، ولكن لابد من السيطرة على ميناء الحديدة. 70% من مقدرات التهريب للأسلحة، الخبراء،
تذكرين يمكن في بداية المشاورات على موضوع 50 شخص ونقلهم إلى عمان، ماذا يدل هذا؟ يدل على أنك تتعامل مع جماعة هي تعمل بخبث وبجرم كما هو صحيح. نعم اسمح لي سيدة اليو سأعود إليك خاصة في موضوع الوضع الإنساني، ولكن اسمح لي أن أيضا أشرك معنا الأستاذ إبراهيم قعطبي في من ناحية مبالغته كما وصفتها. أستاذ إبراهيم استمعت لسيادة اللواء ويتحدث أن هناك مبالغة في مسألة الكونغرس ويعني الضغوط التي حدثت، ما الذي تعلق بها أو كيف ترد؟ اولا لن نعود الى الوراء قليلا، محادثات السويد اتت بناء على طلب او بقوه يعني وزير الدفاع الامريكي في البحرين عندما طلب انه لابد من اجراء مشاورات في الشهر القادم، وتمت هذه المشاورات غصبا عن الجميع، لان وزير الدفاع الامريكي اتت تلك المطالبه باجراء حوار بناء على الضغط الذي يجري داخل الولايات المتحدة الأمريكية من الإعلام الأمريكي، من الكونغرس الأمريكي. الكونغرس الأمريكي هو المسيطر على الميزانية في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو الذي يستطيع الضغط على الرئيس فيما إذا يستطيع مساعدة أو دعم قوات التحالف في اليمن، وهو قد جرى. يعني لا يجب أن المسألتين متواصلتين وليس منفصلتين. أما بالنسبة حتى عندما قال ضيفك الكريم أنه ما جرى في الحديدة فقط مجرد اتفاق غير موقع، أنا في اعتقادي أنه لا ترسل يعني قوات دولية بهذه الطريقة إلا عندما يكون هناك أمر قد دبر في ليل. يعني الأمين العام للأمم المتحدة يتحدث على إرسال قوات في الأسبوع القادم، يعني لا يعقل أن أليست هذا أيضا في الصالح العام يعني دليل أن هناك من سيلزم الحوثيين بتنفيذ هذا الاتفاق؟ يعني الجميع يتخوف كما ذكر اللواء القبيبان من عدم يعني تنفيذ الحوثيين لأي اتفاق، ولكن هذا الاهتمام الدولي ووجود الأمين العام للأمم المتحدة على رأس هذا الاتفاق ألا يدل أيضا على إلزامه بهذا الاتفاق؟ فلنفند ما هو الاتفاق هذا. نحن نتحدث على أنه يبقى الميناء بيد قوات دولية ويشركوا قوات من الطرفين يعني. لكن الأهم هي إرادة ذلك الميناء. يعني الآن نتحدث عن البنك المركزي. البنك المركزي يتحدثون عن البنك المركزي الذي في الحديدة، تتم توريد الإيرادات إلى البنك المركزي الذي في الحديدة والذي خاضع لسلطات الحوثي. يعني من المستفيد آخر اليوم؟ ما هي القوات الأمنية التي موجودة في الحديدة؟ هي القوات الأمنية التابعة لميليشيات الحوثي. يعني الاتفاق أيضا ذكر بصريح العبارة أنه يجب إعادة انتشار القوات القادمة إلى الحديدة، أي أن القوات التابعة للشرعية وللقوات الإماراتية والسعودية أن تنسحب إلى خارج المدينة والميناء كونها قادمة من خارج المحافظة، وأيضا أي قوات استحداثيات أخرى. الحوثيين متواجدين داخل المدينة ولذلك لا يستطيعون السحب، ولذلك سيقولون أنهم هم القوات الحكومية المتواجدة داخل المدينة. يعني لو افترضنا أن نتحدث على القوات الموجودة والقوات المحلية هي القوات التي خضعت لانقلاب الحوثي داخل المدينة، فلذلك كل شيء يصب لصالح الحوثيين إلا أن هذه المرة بمباركات دولية وبحفظ. إذا دعني أنقل هذه النقطة أعيدها للواء محمد القبيبان. يعني الجميع أيضا تحدث عن هذه النقطة سيادة اللواء، وهي مسألة أن الحوثيين هم من كانوا يسيطروا على القوات الأمنية من قبل. إذا كان الاتفاق أن تعود كل نقطة إلى أدراجها، فالحوثيين هم فعلا باقين في المدينة، قوات التحالف والجيش الوطني هم من دخلوا إليها، فبالتالي الانسحاب سيكون ضد الشرعية في هذه النقطة. لا ليس صحيح. يعني الحوثي موجود ولكن في هنالك قوات المقاومة والجيش الوطني موجود، والبند الخامس أنا أعتقد أنه البند الخامس من بنود الاتفاق يتحدث على وجود قوات مشتركة بإشراف أممي، بمعناته أنه هنالك معين من قبل فخامة الرئيس محافظ للمدينة، هذا هو الرجل الذي سوف يمثل الجهة الشرعية. شئنا ما بين لابد أن نتعامل مع هذا الخصم في هذه المرحلة. يعني الأستاذ إبراهيم يبغى يدخل إلى تفاصيل التفاصيل. تفاصيل التفاصيل يا أستاذ إبراهيم، الاتفاق الأولي وهو ما إيقاف الدم في الحديدة، استمرار المساعدات، استمرار وصول المستلزمات الطبية،
البنك المركزي، تريد التحدث عن البنك المركزي، فهو يتحدث على أن يكون هنالك البنك المركزي في عدن الرئيسي وفرعه الذي هو في الحديدة، وتتحكم فيه قوات الشرعية بإشراف أممي. التفاصيل إذا ذهبنا إلى التفاصيل فلن ننتهي. نعم، إذن دعنا في لب الاتفاق أستاذ. معليش الله يرضى عليك. تفضل. لأن الأستاذ إبراهيم يريد أن يتجه بالحوار إلى أنه هنالك إخفاقات من التحالف وأنه أجبروا على هذا الشيء. لا بالعكس يا أستاذ إبراهيم، أنا أقول لك بصورة مختلفة ومغايرة، إنه هذا الاتفاق هو في صالح الشعب اليمني وهو ما يصب في صالح الشرعية، ولولا أن الأمير محمد بن سلمان دعم هذه النظرة لما يعني جلس الأطراف. وشكر سمو الأمير من السيد مارتن جريفيث أو من الأمين العام، بمعنى أصح إنه التفاصيل لا يمكن أن نتطرق لها الآن. هنالك العديد من الأسئلة، يعني يا ستة يتحدثون على قد يكون الجنود هم من كانوا يقاتل فجأة وإذا بهم هم من يحمي الميناء، سؤال مطروح وسؤال مشروع، ولكن هنالك جهة أخرى، لماذا ليش نتغاضى عما على الطرف الآخر؟ والذي أنا أعتقد برأيي الشخصي، أن الحوثي تعب من المعركة ويخسر كثيرا في الحديدة، وأتي ويعني جاء لأخذ الحد الأدنى بأن يقابل زي ما ذكر الأخ إبراهيم كأنه شريك في العملية بأكملها، وواجه وجهاء العالم بمعنى صح الجهات الرسمية في العالم. لا. الأمين العام قد يكون طيب. إذن يعني رغم أن هناك يعني مقولة تقول أن الشيطان يكمن في التفاصيل سيادة اللواء، التفاصيل هي ليست يعني غير مهمة إلى هذا الحد، ولكن اسمح لي، يعني هناك اتفاقان ورد ذكرهما، هما الأسرى وملف الحديدة. نجد أن العالم بما في الأمم المتحدة وقوات حفظ السلام وكل ذلك يتحدث عن فقط عن جانب من الاتفاق، لا توجد تلك الأهمية لموضوع ملف الأسرى، يعني لا يتم الحديث عنها بتلك الصورة، رغم أنه الملف إنساني أيضا مهم. أيضا مسألة الجانب الإنساني يعني التي قلت لك سأعود إليها، يعني أن هناك موت وجوع وألغام وما إلى ذلك، لما فقط في الحديدة هذا كله؟ ألا يوجد أيضا موت وجوع وقتلى وألغام في تعز؟ ألا توجد حالة إنسانية سيئة للغاية في تعز؟ ألا تجد أن الاهتمام بملف الحديدة يعني أن هناك مصالح دولية أيضا تمر من تحت الطاولة؟ يعني لا تقول لي هذه تفاصيل وما تفاصيل، نعم أنا أريد أن ينقذ جانب إنساني ولو هامشي يعني في الحديدة، ولكن أيضا نود الالتفات لبقية الجوانب الأخرى. صحيح، منطقي، يعني سواء ونقطة جوهرية، ماذا يحدث في تعز، ماذا يحدث في إب، ماذا يحدث حتى في صعدة، ماذا يحدث في الأماكن، لماذا لم يتم التطرق؟ لا، وهذا هو ما أتحدث عليه. هنا نقطة أولى وهي الأساس، إلى الجلوس إلى المشاورات. برأيي الشخصي عندما يتم السيطرة على ميناء الحديدة من قبل جهات شرعية تشرف على الميناء وما يحدث وأين تذهب الأموال، سوف تحل المشاكل بأكملها. أنا أقول لك في رأيي الشخصي، العمليات العسكرية لو أعيدت الشرعية للحديدة عسكريا لتساقطت المحافظات والمدن الأخرى والمدن تلو الأخرى. بذلك عندما يعني يتم الاتفاق والسيطرة على ميناء الحديدة، تعز راح يفرج أمرها، الإب راح يفرج أمرها، البيضة. ليش؟ لأن هنا نتكلم على مبالغ ضخمة ومبالغ يتم الاستيلاء عليها، وهي تدعم العمليات العسكرية في المناطق الأخرى بالإشراف الأممي في الوقت الحالي. هذا بحد ذاته أنا أعتبر إنجاز. نقطة تعز أعتقد أنها وضعت على جدول المشاورات. نقطتك فيما يخص الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسريا، تحدث عنها فخامة أو معالي وزير الخارجية، تحدث على نقاط عديدة، لكنها هي النقطة الرئيسية سيدة آسيا باعتقادي، أنه الآن يوقف القتال في الحديدة، تتم السيطرة على ما ذكرت سابقا الأمور الرئيسية وهو الدعم المادي وإيقاف وقطع الأذرع الإيرانية. تقطع الأذرع الإيرانية، هذا نحن رأينا تصافح ما بين فخامة أو معالي وزير الخارجية والمتحدث باسم الحوثيين، فهو يمني في الأخير، ولكن صحيح أتى من الباب الذي لا يجب أن يأتي معه، وهذا ما وهذه هو الصراع. نريد أن نعزل إيران عن الموضوع، وأنا أعتقد أنه إيران فعلا عزلت عن هذا الموضوع،
ولنتشاور مع الحوثيين ولنذهب بعيدا. كلامك سليم، تعز تعاني، تعز في أمر الأمرين، ولكن أنا أعتقد هي خطوات تأتي خلال الفترة القادمة وبتعيين، وهذا ما ما نتمناه يعني بطبيعة الحال أن تكون الحديدة فاتحة لبقية المحافظات. شكرا جزيلا لك اللواء محمد القبيبان، خبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. أعود إليك أستاذ إبراهيم. أستاذ إبراهيم، إذا يعني هل تجد فعلا أنه إذا ما سلم البنك المركزي لفرع الحديدة إلى البنك المركزي في عدن، وأيضا تم أخذ كل إيرادات الميناء وحول إلى الشرعية، هل ستحل على الأقل إشكالية الملف الاقتصادي؟ هناك عدة نقاط يجب ذكرها. أولا بالنسبة للبنك المركزي والحوثيين لم يوقعوا ولم يتفقوا حول الملف الاقتصادي، كون انهم عندما تحدثوا ان ايرادات الدوله تعود الى البنك المركزي حسب الطريقه القانونيه، اي البنك المركزي الذي فرعه الرسمي في صنعاء قبل نقله الى عدن. هذه نقطه مهمه، فلذلك لم يوقعوا على اي شيء يتعلق بالبنك المركزي الموجود في عدن. عندما تحدثنا عن ايراده الدوله للبنك المركزي في الحديده، كان هناك نقطة واضحة في الاتفاق انه الايرادات التي تصل الى البنك المركزي في الحديدة توزع على لتقوم للمساهمة في يعني اعطاء رواتب الذي يعملون في المجال الخدمة المدنية. كان ذلك واضحا، اي ان الشرعية لن تستفيد من تلك الرواتب وانما الموظفين في جميع انحاء اليمن، وهذا شيء طبيعي وجيد. لكن هناك مغالطة في الحديث، عندما كان يتحدث الضيف حول ان ميناء الحديدة هي النقطة الهامة من الناحية العسكرية من الناحية الإنسانية، أنا أعتقد أن هذا فيها مغالطة كبيرة. عندما تحدث أنه نستطيع بعد ذلك تحرير تعز والحديدة تعز والبيضة وغيرها، وهذا مغالطة حقيقية. نعم كون يعني نعم لم يعد الضيف موجود معنا حتى يتمكن من الرد، لننتقل إلى نعم. لكن يعني لا أتحدث عن الضيف لكن أتحدث عن النقاط المهمة. نعم. أنه هناك موانئ أخرى بيد التحالف والشرعية كعدن والمكلا والمهرة وكثير من الموانئ الذين يستطيعون من خلالها دعم الشعب اليمني إنسانيا ودعم الشعب اليمني عسكريا، لكن لا يقومون بذلك. كل الجبهات متوقفة منذ سنوات. أيضا المشكلة الأخرى عندما يتحدثون عن الشأن الإنساني، وأنا أتحدث هنا عن المملكة العربية السعودية والإمارات ومن يدعمونهم، أنه الممثل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الإغاثة الإنسانية تحدث يوم الأمس في الأمم المتحدة على أن هناك 1200 و500 حاوية لبرنامج الغذاء العالمي يتم حجزهم في ميناء عدن منذ حوالي أشهر. يعني هذا الميناء يقع تحت سيطرة الإمارات والسعودية وما يسمى بالشرعية. فلماذا هذا الظلم بكله بحق الشعب اليمني؟ لماذا يتم توقيف المعونات الإنسانية في ميناء يفرض أن يكون الميناء الرسمي لتوزيع الغذاء ودعم الشعب اليمني، إذا نتحدث على سعادة الشرعية ودعم الشعب اليمني من الناحية الإنسانية؟ هناك يعني مغالطة كبيرة من قبل التحالف الإماراتي السعودي، ولذلك العالم أدرك أنه لا يجب أن يسلم الميناء الحديدة لقوات تابعة للإمارات والسعودية، كونهم يرون ما يحدث في ميناء عدن وفي ميناء المكلا في موانئ أخرى يمنية لا يستفيد منها اليمني العادي ولا يستفيد منها اليمنيون من حالة تخفيف المعاناة الإنسانية. أصبحت الأمور واضحة أن المستفيد اليوم من جرى في الحديدة هي ميليشيات الحوثي. أصبح هناك تطبيع دولي لهذه الميليشيات، أصبح هناك تطبيع نعم هذا التطبيع الدولي أستاذ إبراهيم، يعني هناك من يرى في المشاورات أن أصبح الحوثيون الآن ليسوا مستهدفين، لم تعد القرارات الدولية، وأتحدث هنا عن 22/16 ذات جدوى في تحديد مسار الحل السلمي، تتفق مع ذلك؟ هي المشكلة القرار الدولي أنه التحالف العربي ذهب لتقويضه بنفسه، لانه الهدف من الـ من الـ من الـ القرار الدولي 22/16 هو استعاده الشرعيه وانهاء الانقلاب. استعاده الشرعيه لم تستعيد بعد 4 سنوات من الحرب. التحالف العربي ذهب بعيدا بتلك الاهداف لتقويض الشرعيه، ذهب لعدم السماح لرئيس الجمهوريه والحكومه بالعوده الى المناطق المحرره وبناء اقتصاد هناك، ويعني جلب الاستثمار، وايضا
تحرير بقية اليمن من تلك المناطق، بل ذهب إلى تقويض الشرعية، السيطرة على المطارات والموانئ وإهانة اليمنيين، وكما رأينا بالأمس أنه لن يسمح حتى بالمعونات الغذائية بالوصول إلى الأطفال والنساء في اليمن. أيضا هذه المشكلة التي أصبح يعني المجتمع الدولي ينظر إلى الحكومة الشرعية أنها فقط أداة بيد السعودية والإمارات ولم تعد تخدم الشعب اليمني. أي حكومة نتحدث عنها وهي تماما في المنفى، لا تنفذ أي برامج على الأرض، لا تساعد اليمنيين، لا تستعيد الشرعية، ليست لها مؤسسات في المناطق التي يسيطرون عليها. المنطقة الوحيدة التي يجد فيها شرعية حقيقية هي منطقة مأرب، وليس بسبب التحالف العربي وليس ولا بسبب الحكومة الشرعية، وإنما بسبب إن أبناء تلك المحافظة والمنطقة قرروا أن يحموا منطقتهم وأن يكونوا السند القوي ضد الانقلاب وأن يحافظوا على المنطقة وأن يبنوها، وهذا ما حصل في مأرب. الحكومة الشرعية والتحالف بعيدا عن ذلك بيدهم عدن، لو استطاعوا أن يقدموا نموذجا محترما. نعم، ربما لا توافق العالم على هذه الشرعية ومدى قوتها، لكن يعني دعنا نعود إلى موضوع القرارات. يعني كان هناك قبل المحادثات أو المشاورات مشروع بريطاني أو مشروع قرار بريطاني، هل تتوقع أن يعود بصورة أخرى مجددا؟ طبعا هناك المسودة مقدمة للحديث حولها والتصويت عنها يوم الاثنين القادم، ربما تؤجل ربما يتم النقاش عليها. الآن يبنون على ضوء ما حصل في السويد، رغم أنه ما حصل في السويد ليس اتفاقا رسميا، ليس اتفاقا حول حكومة، ليس اتفاقا حول إنهاء الانقلاب، إنما اتفاقا حول تسليم الحديدة إلى الوصاية الدولية بقيادة الأمم المتحدة. ونحن نعرف من وراء الأمم المتحدة ومن وراء مجلس الأمن هي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. هنا المشكلة الحقيقية، لم يتحدثوا على أي شيء. كانت هناك مسودة بريطانية محاولة، نحن نتحدث أيضا على احتلال جديد وعادة تقسيم المنطقة. نعم، إذن سأعود إليك أستاذ إبراهيم، ولكن اسمح لنا أن ينضم معنا الأستاذ معن دماج الأكاديمي والباحث من تونس عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ معن. مساء الأنوار، أهلا وسهلا. إذن أستاذ معن، كيف تابعت المشاورات؟ يعني هي بين شد وجذب، بين من يتحدث عن نجاحها ومن يتحدث عن فشلها، كل طرف يباهي بنجاح معين، ما رأيك أنت؟ السياسة الإعلامية للطرفين مفهومة في هذا السياق، يعني محاولة يعني لاستخدام حرب نفسية ومحاولة تكبير الإنجازات وتقليل الخسائر، إنجاز التعبير. لكن بشكل عام المشاورات ونتيجة المشاورات لم تخرج عن المتوقع، ربما كانت أقل، لأن الجميع كان يعتقد أن حل مشكلة مطار صنعاء أصبحت من قبل تحصيل الحاصل، وكان يتوقع البعض أيضا سير خطوة في حلحلة مسألة الرواتب الموظفين. ما عدا ذلك ليس هنالك ما يفاجئ في النتائج التي وصلت إليها. المسألة في الحديدة تتعلق أساسا بأن الأمم المتحدة التي خاضت في الواقع حملة إعلامية كبيرة جدا إضافة للمجتمع الدولي، أنها يعني تقدم الحديدة، وهو أمر إلى حد كبير واقعي باعتبارها المنفذ والمسلك للأغلبية الساحقة من المساعدات الإنسانية وأيضا الحاجات الإنسانية والاقتصادية لأغلب المجتمع في الشمال بالذات. تقريبا 70 أو 80% من موارد البلد ومن الإيرادات تمر عبر هذا الميناء. فالمسألة تتعلق أساسا بالمحافظة على هذا الميناء باعتباره الشريان للسلع والمساعدات، وهذا ربما كان الهم الأساسي للمجتمع الدولي والمبعوث الذي كان همه أيضا أن يجمع المتحاورين أو المتشاورين، لأن فشله هذه المرة كان يعني أمر واحدا فقط، هو أن يقدم استقالته، لأنه بقى أكثر من 10 أشهر أو 9 أشهر لم يستطع حتى أن يجمع حتى في لقاء من غير نتائج. نعم، إذن هناك من يرى أن ما حدث هو مجرد انقلاب ناعم على الشرعية وأيضا على القرارات الأممية، هناك شارعنة واضحة لوجود الحوثي، ما رأيك؟ الإشكال أن الكثير من التحليلات تنطلق من الهواجس أكثر من متابعة المسألة منذ البداية. بالنسبة للانقلاب، الانقلاب قد تم ولم يكن ناعما، وكان بالحديد والنار، وتم الاستيلاء على صنعاء وطرد مؤسسات الدولة والاستيلاء على جيش الدولة وعلى
مقدرات البلاد. القرارات واضحة. نعم، ما قصدته بالانقلاب أستاذ معن، يعني هو انقلاب أقصد من قبل المجتمع الدولي على القرارات الدولية التي كانت قد صدرت، أما الانقلاب ما الذي يمنع المجتمع الدولي أن يغير قرارات أو أن يصدر قرارات أخرى في الواقع؟ فقط هواجس اليمنيين. هو في الواقع ليس لدينا سابقة أن المجتمع سوف الدولي سيعود بقرارات مغايرة 100% لما أصدره سابقا. نعم. المسألة أن القرار الدولي نفسه في الوقت الذي يؤكد على شرعية الرئيس هادي وعلى رفض العملية الانقلابية وعلى ضرورة تسليم السلاح والمدن والعودة، لكنه في نفس الوقت ينص على الحل السلمي وعلى عودة المشاورات. بالعكس أيضا ينص على أن الحوثي طرف في العملية الانتقالية وفي الحكومة الانتقالية وفي مسألة الانتقال وطرف في العملية السياسية. بالنسبة للبعض الذي يرفض هذه المسألة عليه أن ينجزها في الواقع، إذا كان يعتقد أنه يستطيع أن يغير القرار الدولي أو يذهب أكثر منه فهذا طبعا طموح كثير من اليمنيين، لكن ممارستهم بالعكس تضعف حتى القرار الدولي الموجود. إذا تابعنا في الواقع المشاورات السابقة في جنيف وفي الكويت والأخطر منها بكثير كانت مبادرة كيري. مبادرة كيري مثلا والذي استخدمت فيها الولايات المتحدة تهديدات كبيرة جدا حتى تهديدات للرئيس للحكومة الشرعية، كانت تنص على حكومة انتقالية تعطى فيها الثلث للحوثيين والثلث لعلي عبد الله صالح ولا يبقى لهادي وحكومته سوى الثلث، وكانت تنص على تسليم السلاح من الطرفين إلى قوة ثالثة. يعني ما عرف في مراحل سابقة كان أسوأ بكثير، واستطاع الرئيس هادي في الواقع وأصر على رفضها رغم أن الضغوطات وصلت إلى أقصى نطاق. الآن المطلوب ليس الدخول في هواجس نفسية وليس في حرب نفسية بين اليمنيين وتحولهم إلى خصوم لبعضهم ونسيان العدو الأساسي الذي قاد البلد إلى تهلكة. حتى موضوع ما يسمى بالقوات الأجنبية، المسألة هي لجنة، وفي الواقع حتى القرار الدولي ينص على نشر قوات وهو ما لم يحدث في السويد. هي لجنة مراقبة لا أقل ولا أكثر. المطلوب أنه لا يتحولوا اليمنيين إلى أعداء أنفسهم وللمزايدة على أنفسهم ويتركون العدو الذي أدخل البلاد في الحرب الأهلية. صحيح. والذي هذا ما نعمله هو الحوثي في الواقع. نعم نعم. إذا شكرا جزيلا لك أستاذ معن دماج الأكاديمي والباحث، كنت معنا عبر الهاتف من السويد. عودة أخيرة لك أستاذ إبراهيم. أستاذ إبراهيم، هناك من يجد أن ما حدث يعني أو يتساءلون يعني هل يعقل أن يكون ملف اليمن هو كبش الفداء الذي قدمه التحالف لنتيجة الضغوط الدولية عليهم؟ ربما، لكن في المقابل عن أي كبش نتحدث، يعني أنه لن يستطيعوا تقديم أي شيء سوى أنه تم تسليم ميناء الحديدة لمراقبة للجنة الرقابة الدولية أو للأمم المتحدة، لكن الملف في بقية أنحاء اليمن ما زال مفتوحا. الحرب في كل مناطق اليمن قائمة، القوات التابعة الميليشيات التابعة للتحالف العربي الإماراتية والسعودية في المناطق التي يسيطرون عليها قائمة، تقويض هناك كامل للشرعية. الحرب لم تنتهي في اليمن، عندما نتحدث على ما تم في السويد هي أشياء رمزية، يعني نتحدث على ميناء الحديدة فقط الذي تم الاتفاق حوله وهو تسليمه إلى قوات ثالثة بصريح العبارة. لكن النقطة أيضا في هذا الاتجاه، ما الذي يحدث خارج أسوار الحديدة؟ الحصار لتعز، القتال في مريس وفي دمت وفي البيضاء وفي مناطق أخرى، المعونات الإنسانية التي لا تصل إلى حتى مدينة عدن الذي مفترض أن تكون العاصمة المؤقتة للشرعية ومدعومة من قبل التحالف. هناك مشاكل كثيرة داخل اليمن، المجتمع الدولي لم يعد يطاق للحكومة الشرعية ولا التحالف العربي الذي أمعن في تجويع اليمنيين وإهانتهم ويعني التجارة بدولتهم وبموقفها وبموقعها الاستراتيجي. ذهبوا إلى كما نعرف ويعرف الجميع إلى احتلال الموانئ والمطارات والمواقع الاستراتيجية في اليمن، ولم يعيدوا لا شرعية ولم يحرروا اليمنيين فالحوثيين، بل أعطوا للحوثيين النفس الأكثر، يعني يتحرك الحوثيين من قبائل الشرعية والتحالف، وهذا يحصل في اليمن.
نعم، إذا وصلنا إلى نهاية الحلقة، شكرا جزيلا لك المحلل السياسي إبراهيم قعطبي، كنت معنا عبر سكايب من نيويورك. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.